اللاعبين نوح يوسف، في المقابل بمنظومة من اللاعبين الشبان، بمنظومة كذلك من اللاعبين الجيدين يلعب الفريق الآخر اللي هو فريق الفهد، وانطلاق الآن. يا سلام على الكرة الماضية، سلام، ولكن اهدرت والتي تأتي على مشارف منطقة الجزاء. مخيف نوح يوسف، حيتصد مكون من 5 لاعبين، نوح يلعب ولكن الكرة الماضية بعيدة بعيدة، تمر بسلام. نوح يوسف، 3 ضربات أو 3 ركلات سجلت في البطولة من كرات ثابتة، 3 أهداف من كرات ثابتة. يا سلام يا تركي الصادي، تركي يستغل الهفوة. ذكرت سلفا أنهم لا يحتاجون إلى هدايا كهذه، ولكن لم يستمعوا إلى كل ما أقوله. يخطئون أمامهم في توقيت غير مسموح فيه بالخطأ إطلاقا. تركي يسجل، الصادي يضيف هدف ويمنحهم الأمان والأمنيات والأمل الكبير من أجل تحقيق نقاط المباراة الثلاث. تغيير اتجاه اللعب، انطلاق الآن، وكرة حلوة جميلة كانت في اللقطة الماضية، رقم من هنا، ولكن الخطأ في مكان خطير مع جدار دفاعي من 5 لاعبين. الله، يا للروعة يا تركي، الله على الرقم 10، الرقم 10 ومسؤولية دائما الوقوف خلف الكرات الثابتة. لمثل هذه الكرات وجد الرقم 10 وقيمة الكبيرة في عالم كرة القدم. ماهر، ماهر في الاستلام، ماهر في تمريرة، هجر الله من مسافة بعيدة وضربة مرمى الآن. صافرة نهاية شوط المباراة الأول والختام كذلك صافر اللي. نعم نعم، انتصار الفهد سيوصل الى 4 نقاط. الكرة الثابتة الان، نوح على التنفيذ، يرسلها للامام على التصدي. الله يا سلطان يا شهري، تصد بالكرة للوراء، العباسي، العباسي بتمويه، عادت إلى ياسر الفيصل، الفيصل يرسلها طويلة للأمام إلى نوح يوسف، نوح بالصدر ترويض ثم بعد ذلك تمرير الأسمري، يلعب الكرة إلى نوح. يا سلام يا عين يا رائد، نوح بمرر، انطلاق الآن، ثم بعد ذلك بينية خلفية، حسين يا حسين، حسين عثمان أخيرا يسجل. حسين عثمان أرسل واحدة تسويب، واحدة من الكرات التي لا تصد ولا ترد، قوية كانت الكرة الماضية، صعبة على سلطان، صعبة على الشهر الذي أراد أن يتألق ويتصدى، ولكنها كانت في طريقها إلى الشباك، لا يوقفها شيء لأنها أرادت أن تستقر في الشباك. الله على حسين. أقام في منتصف الميدان الآن، لمسة وتمريرة، عادت من جديد الأسمري، حداد يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. ومعها مشاهدينا الكرام متابعينا أيها السادة الرياضيين، صافرة النهاية والختام لمجريات الشوط الثاني والمباراة بانتصار مستحق في نهاية المطاف لمصلحة مستشفى حراء العام الذي ضمن التأهل رسميا والصعود إلى دور الـ16 بـ6 نقاط.